ميدانيا، أفادت مصادر ميدانية بمقتل 16 شخصا وإصابة العشرات جراء إصابة مبنى لتوزيع الخبز في مدينة القريتين شرقي حمص بضربة جوية من قبل الطائرات الحربية الروسية. واستهدفت غارات جوية أحياء سكنية في بلدة مهين وتلال الحزم المحيطة ببلدة صدد التي وقعت تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية مؤخرا. واندلعت اشتباكات عنيفة بالمنطقة بين مسلحي التنظيم وقوات النظام السورية التي فقدت عددا من الجنود أثناء محاولة استعادة السيطرة على بلدة صدد وفق مصادر المعارضة. وأدارت شبكات في أطراف بلدة البريج على الطريق الرابط بين حمص ودمشق حيث يسعى تنظيم الدولة لقطع خطوط إمدادات قوات النظام. معنا من ريف حمص الناشط الإعلامي بيبرس التلاوي. مرحبا بك سيد بيبرس، ما هي آخر أو أين وصلت المعارك في ريف حمص؟ تحية لك لجميع المشاهدين الكرام. تنظيم الدولة لن يتوقف بعد أن سيطر على بلدة الحين، بل هو ما زال مستمر، بما أن الاشتباكات تشهد المنطقة وهي أساسها على أطراف بلدة صدد. هذه البلدة التي كان النظام هو الذي قد مسيطر عليها بشكل كامل، ولكن التنظيم منذ يوم أمس سيطر على 5 نقاط من الأجزاء الشرقية لبلدة صدد، والآن تدور أشرس الاشتباكات، وقوات النظام وأيضا بالإضافة إلى الطيران الروسي يقومان بالقصف المكثف على مواقع التنظيم في مدينة تدمر في القريتين وأيضا في بلدة النيل، وكذلك الأمر يستهدفون الطريق الواسع ما بين مين ونيل وصدد، فيما تحاول أن يوقف تمدد التنظيم، ولكن التنظيم ما زال مستمر على الأرض. خلال منذ يوم أمس لحد الآن لا يقل عن 50 قتيل قد سقط في صفوف قوات النظام، بالإضافة إلى تدمير أعداد كبيرة من الآليات التي كانت تستخدمها قوات النظام، وأيضا استطاع التنظيم من اجتناب أسلحة وذخائر متنوعة. ولكن نحن نتحدث كذلك أن النظام ينتقل من التنظيم باستهداف المدنيين. يوم امس لدينا 16 شهيد قد استقروا في مدينه القريتين نتيجه استهداف الطيران الروسي بغارتين جويتين بمخبز في وسط القريتين، مما ادى لسقوط هذا العدد من الشهداء، بالاضافه الى عدد كبير من الجرحى قد سقطوا، وخلف القصف دمارا واسعا في ممتلكات المدنيين، حي باكمله قد تدمر عن ذكره ابيه، وما زال القصف مستمر طيله ليله امس لحد هذه اللحظه. شكرا للناشط الإعلامي بيبرس التلاوي، كنت معنا من ريف حمص.